طبخناها نتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة ساعة شهية وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. النهاردة يوم لذيذ ويوم جميل ويوم أنا سعيد فيه جدا. ليه؟ لأني معايا ضيف النهاردة مشرفني، هو الشيف إبراهيم سيد حبيب قلبي شيف نونو، بقوله نورت قناة الصحة والجمال، هو معايا في الاستوديو. تمام، النهاردة طبعا أكلات بسيطة وسهلة وكلها افتكاسات زي ما قال شيفنا الجميل الشيف إبراهيم السيد. هنعمل ايه النهاردة يا شيف؟ طبعا احنا في الأيام الأخيرة من الشهر، وعارفين كلما اقتربنا من آخر الشهر كلما الميزان عجزت فظا بدأت تفضى، فقلنا نفكر ونعمل أكلات بسيطة وسهلة شهر لحد ما ايه ما نقبل. طيب النهاردة هنعمل ايه؟ أول وصفة معانا حاجة سهلة وجميلة وغنية جدا وفيها فوائد وان شاء الله هتعجب حضراتكم. النهارده معانا اول وصفه فولي ميكس. فولي ميكس ده عباره عن ايه؟ هنشوف دلوقتي، بس بعد ما ننزل بالمقادير ونقول هنعمل ايه. نقول المقادير النهارده معانا حمص شام مسلوق، ومعانا فول مسلوق فول مدمس، ومعانا طحينه، ومعانا زبده، ومعانا بطاطس مهروسه مسلوقه يعني، ومعانا فلفل اخضر وفلفل اصفر وخس، وعندنا فلفل احمر، والمقادير امام حضراتكم على الشاشه. معانا توم وبصل، وده للتيست العجيب اللي هنعمله النهارده. فولي ماكس 150 جرام فول مسلوق، 150 جرام حمص مسلوق، 50 جرام بطاطس مقطعه مسلوق، والماده الدهنيه بتاعتنا الاساسيه زيت وزبده، وعندنا التيست بتاعنا العالي قوي اللي انا ما كتبتهوش في المقادير، البصل المقطع والثوم المفروم. ليه ما كتبتهوش؟ عشان لو مش عايزه تعملي بصل وثوم تعمليه بطريقه من غير البصل والثوم. ولكن نقول بسم الله ونبتدي النهارده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه نجيب الطاسه يا ست الكل، وانا منتظر. تمام، انا منتظر برنامج تمام الاستفسار من اي تليفون بزيرو 900 97 44، ومن اي تليفون محمول 17 4. واحنا منكم، واللي عايز يتواصل شخصيا بيضغط من اي محل 47 ويضغط رقم 7 هيلاقيني معاه في احلى الوصفات والاكلات. طب ايه يا شيفنا الجميل؟ هنبدا بالزبده بتاعتنا الماده الدهنيه. انا ممكن اعمل بدون الماده الدهنيه واعمله كله ايه اكل مسلوق وهيبقى صحي وممتاز، ولكن احنا النهارده قول نعمل تيست كده معانا حاجه بسيطه اهو. تمام، ادي الماده الدهنيه اللي عندي هنشتي بيها. قلنا زيت وزبده، والزبده بتديني تيست عالي، والزيت عشان ما يخليش الزبده تتحرق مني اهو. كل اللي انا هسيب الماده الدهنيه على النار تسخن. تمام يا ست الكل، تمام. ومع بعض كده هنعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. ادي معانا البصل، ومعانا التوم، ومعانا الطحينه، ومعانا الفلفل الالوان والخس، ومعانا البطاطس. هنعمل ايه كده؟ نجيب حاجه واسعه، بوله واسعه. تمام تمام اهو، وده عندي الفول مسلوق كويس على الحمص. نبدا بقى ايه، نجيب شوكه جميله كده او هراسه ونهرس كده. نقول شوكه ليه؟ عشان ست الكل اللي ما عندهاش هراسه في البيت اهو. انا كده بدي الحمص مقول يا جماله اهو، شايفين؟ واحده واحده كده هنتعلم الحاجات البسيطه السهله والاختراعات من مطبخ ساعه شهيه والشيف راغد ابن النيل اهو. تمام كده، حاجه بسيطه كده اهو، مش عايزه مهروس جامد، مش عايزه مهروس جامد، عايزه يبان فيه الفول. تمام، عشان ده هيبقى الزيت لسه على النار معاه اهو. تمام، حاجه بسيطه كده مع بعض. ادي البصل عندي
باخد كميه من كتير قليل، الكميه اللي تناسب حضرتك يا ست الكل، تمام. واحنا لما بنكتب الاكلات تمام بالجرامات، في ناس مش عايزه طبعا موضوع الجرامات ده ومش عايزه تقول فيه، احنا بنقول انت ست شاطره وست عارفه انت بتعملي ايه. انا بقول 150 جرام تحط جرام بصل، طب انا يا شيف مش عارفه ال 100 جرام، حطي ما يعادل البصلية صغيره، اتنين بصلات صغيرين، حاجه بسيطه وسهله، مع التوم كده عشان يديني التيست بتاعي كله يتحمر. انا عايز اخد منه تيست فقط مع بعض كده واحده واحده، نجيب معلقه ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا يا جماعه الفول، وما ادراكم الفول، فول من الاكلات المصريه الفرعونيه القديمه الشهيره جدا، وفي مقوله بتقول انه من الاكلات اليونانيه، ولكن احنا بنقول الاصل فيه ايه؟ اكل فرعوني قديم. طب يا جماعه ايه علاقه الفول بكلمه المدمس؟ وليه سمي الفول بالفول المدمس؟ كان في واحد زمان اسمه ديموس، اسمه ايه؟ اسمه ديموس. ديموس ده اول واحد تقريبا على حد معلوماتي اللي عمل الفول في القدره مدمس، واتنسب كلمه واتنسب الفول لمدمس باسم المدمس عشان ديموس ده. ديموس ده كان راجل كده حارس في بعض الاماكن اللي فيها ايه، اقول ايه اعزكم الله، حاجات كده ايه بتترمي فيها نفايات، وهو بيقعد يعزل الورق لوحده والحاجه دي لوحدها والحاجه دي لوحدها، وبيجي في حاجه كده بيجي مولع فيها النار عشان يتخلص منها، نفايات كده بيولع فيها النار عشان يتخلص منها. ده معانا ايه؟ البصل والثوم. ديموس ده كان قاعد بيشتد به الحراره قوي، كان بيعمل الفول كده يغلقه، وبعد مره من المرات جهز الفول ونسي او سهي عليه او راح في اي مكان، فكان الفول ده اتحط في الحاجه اللي هي عامله زي القدره ديت، وبعد كده نسيه قريب من ايه؟ من النار، يعني القمر كده قريب من النار. فلما استوى، استوى بطريقه حلوه، وبدا الفول يبقى ايه؟ اصفر كده ولونه كهرمان زي ما احنا بنقول الفول الكهرماني الجميل بتاعنا، تمام. فمن هنا بدا ديموس ده يعمل ايه الموضوع ده مرارا وتكرارا، وياكل الفول والناس تستطعم من عنده الفول، فانتشر بقى قصة ايه الفول المدمس، ونسبة لديموس ده صاحب قصة الفول، تمام تمام كده ماشي كده. معانا ايه اهو، معانا الفلفل الاخضر بتاعنا، انا عايزه في الاول، تمام. خلصنا كده قصة الفول، طبعا هو غني بالفوليات الجميلة الغنية بالفيتامينات اهو، تمام كده. وباجي كده ايه واحدة واحدة بنزل بالفول بتاعي اهو، تمام، واحدة واحدة كده مع بعض. حطينا المادة الدهنية والبصل والثوم، وبعد كده الفلفل عشان يعدي الفول اهو. كده انا عملت ايه؟ ولا اسهل من كده، ولا ارع من كده، ولا مل من كده. ميه كده بقى ايه يختلط البصل اهو، تمام، واحده واحده كده شغل مع بعض. هو ده الاقتصاد وهو ده الاختصار، ولسه عندنا كمان ثلاث وصفات النهارده مختصرين جدا وبساط جدا ولذاذ. عندنا ايه بقى النهارده اهو البهارات بتاعتنا ايه يا شيف؟ عندنا كمون اهو، نحط كده كمون، تمام، لان اذا قلنا فول فليكن الكمون اساسي يا جماعه، مع الفول الكمون اهو، والحمص برضو، ومعظم البقوليات كلها لازم تاخد كمون، تمام. وادي الملح العادي بتاعنا، النهارده هحط كمون، ولو عايز احط في ماشي، مش عايز خلاص، ادي الملح بتاعي، اتاكد كده ان مظبوط. واحده واحده واحنا ماشيين مع بعض كده اهو. انا سلق البطاطس وما بردتهاش بميه، سبتها ليه؟ عشان تحتفظ بالنشويات بتاعتها اهو، تمام كده خلاص، كده الدنيا معايا زي الفل اهو، كده نزلت من على النار، نزلت من على النار اهو، كده كله
ده اللي هيفتح لي بقى اللون ويخلي الاطفال يحبوا الاكله بتاعتنا الجميله دي. تمام، نقلب كده مع بعض اهو اهو. طحينه، الطحينه دي يا جماعه خام، طحينه خام هتنزل مع السخونه هتديني الطعم وتست جميل. عايز ريحه الطحينه نفسها. تمام. عايز تعرف قصه؟ قول يا عم القصه بتاع ديموس. تمام كده اهو. جحا مين يا عم؟ انت بتهزر. تمام ماشي، عم اطلع لك كده. تمام اهو، عملنا الفول معايا. البطاطس هتعمل فيها ايه؟ البطاطس انا زي ما هي كده بعد ما اغرفكم انا هحط البطاطس ازاي عشان نظبط الدنيا مع بعض اهو كده. انا معايا تقريبا دقيقه واحده هغرف وبعد كده اطلع لفاصل وارجع اواصل مع حضراتكم. تمام تمام اهو، شايفين اهو ده الفول الجميل. ده فولنا الجميل حبيبي، شيل ده كده. وادي البطاطس انا عاوزها كده زي ما هي كده اهي. تمام، في الجنب ده تديني منظر كده وهتبقى ايه الاطفال يحبوا ياكلوها. طب اتحطت بالشكل ده، طب ليه بقت بيضه؟ طب ليه ما عليهاش ملح؟ طب ليه ما عليهاش كمون؟ هي كده هتتقدم كده، وعلى الوش لو حابين زيت زيتون وبالهنا والشفا. ودلوقتي نطلع لفاصل وبعدين نرجع لواصل. اوعوا تروحوا بعيد، دايما معانا كل جديد. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. ساعه شهيه. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. ساعة. ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه الجديد اللي عندنا وايه موضوع الاقتصاد في مطبخ ساعه شهيه. تمام، النهارده هنعمل فول. طبعا كلنا فول تاني، هنعمل فول تاني وتالت ما تقلقوش، يعني النهارده هنقضيها مع بعض فول. تمام، احنا عارفين حكايه الفول اللي بالسجق وطبعا هو مشهور. تمام، لكن النهارده قلنا نشيل السجق ونحط لحمه مفرومه. طب ازاي؟ طب كيف؟ طب هنعرف دلوقتي بعد ما تنزل المقادير مع بعض. ننزل بمقادير الفول باللحمه المفرومه. طيب تمام، اتكلم انا عن الفول قبل ما تنزل لي بالمقادير اهو. تمام كده، عندنا فول، مش هنقول جرامات، تمام، مش هنقول كميات، اي كميه فول عندك. مش هتعرفي تدمسي الفول عندك في البيت، هتجيبي ب 2 جنيه بجنيه ونص ب 3 جنيه زي ما تجيبي يا ست الكل. وعندك طماطم مقطعه والمقادير نزلت امام حضراتكم اهيت على الهواء. وعندك حته لحمه مفرومه كده، كنت عامله عزومه، كنت عامله لحمه مفرومه، كنت عامله اي حاجه وعندك شويه في الثلاجه وصغيرين مش عارفه تعملي بيهم ايه. بسيطه كده انا هقول لك هتعملي بيهم ايه يا ست الكل. وعندي فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، وعندي بصل، وعندي توم، وعندي لحمه مفرومه اللي ممكن تمشي كفته وممكن تمشي لحمه مفرومه. البهارات بتاعتنا ايه؟ ملح وكمون وفلفل اسمر، والماده الدهنيه بتاعتنا زبده وزيت، وعندنا التوم. نشوف احنا هنعمل ايه مع ست الكل. تمام، الطاسة اهم شيء على النار. تمام، والمادة الدهنية بتاعتنا اهو، قلنا الزبدة. تمام اهي، تمام كده زي الفل. وندي الزيت بتاعنا اهو، حاجات بسيطة وسهلة يا جماعة اهو. ده الفول باللحمة المفرومة. بدل ما نعمل سجق سجق سجق، لا نغير شويه بقى. تمام، يبقى عندنا ايه؟ الفول باللحمه المفرومه. او تعملها ايه يا شيف؟ قلنا جبنا الطاسه يا ست الكل، وما تروحيش بعيد خليكي معايا. الطاسه هي اتحطيت عليها الماده الدهنيه يا دوب تسخن كده، ومعايا البصل
البصل اهو الكميه اللي تناسب حضرتك برضو يا ست الكل، اهو مش كتير اهو، تمام دي كفايتك، بصله يا بصلتين زي ما انت عايزه يا ست الكل اهو، تمام دقيقتين كده مع بعض او دقيقه واحنا شغالين بالبصل، يبدا كده البصل ايه يدبل معايا وياخد اللون الذهبي، ولكن قبل ما ياخد اللون الذهبي اكون انا مجهز التوم بتاعي اهو اللي هيديني التست عالي قوي النهارده اهو، والتوم ده يا جماعه اختياري مش اجباري، عايز احط توم التست ده يعني طعم، تمام. طيب نوضح للناس يعني ايه تيست، التيست ده يا جماعه يعني المذاق بتاع الاكل، يعني طعم الاكل، يعني ازاي احس استطعم بالاكل، احس ان انا باكل كده بستطعم بيه، هو ده ايه الطعم، احنا بنقول عليه الطعم، خلينا نقول بالطعم، تمام اهو تمام كده اهو كده، واقلب التوم معايا تقريبا نص معلقه مش اكتر، يديني طعم كده جميل اهو مع بعض كده واحده واحده، سيبه على النار نوسع كده ونشوف هنعمل ايه، ماده الدهنيه مع البصل مع التوم، تمام اهو واحده واحده كده مع بعض. انا عندي فلفل، هاخد فلفل اخضر بس مش كله، هاخد حبه عشان تديني الطعم وتديني تيست برضو عالي اهو، تمام. وفي الاخر قبل ما انهي احط الفلفل الالوان عشان يبقى لسه برونقه ولونه ما تبلش معايا وهو بيستوي اهو، حاجه كده بسيطه وسهله، اختراع جميل اهو، تمام. طماطم فيا ان انا احطها دلوقتي، وفيا ان انا احطها امتى؟ بعد اللحمه المفرومه، ولكن عشان الطماطم ما تاخدش معايا وقت عاوزها كده ايه برونقها، اخد اللحمه المفرومه الاول معايا، تمام كده اهو واحده واحده كده مع بعض. انا بركز يا جماعه ان دايما الفلفل والخضار والطماطم والحاجات دي ما تستويش معايا زياده عن اللزوم عشان ما تتسبكش معايا، تمام، ونحتفظ بقيمتها الغذائيه بقدر الامكان اهو، تمام. انا كده ده معايا على النار اهو، مفيش دقيقتين ثلاثه اهو، فول بالكبده ماشي يا حبيبي. طبعا جاءنا سؤال صح كده ولا مش هينفع اقول جاءنا سؤال؟ تمام تمام. حد في الكنترول بيقول لي ينفع اعمل الفول بالكبده؟ حبيبي روح قلبي، اولا انا مش هقدر اقول لك لا ما ينفعش، تمام. ليه لا ما ينفعش؟ لان الاكل ده مذاق، انا ممكن ادخل المطبخ احط حاجه على حاجه تطلع حاجه، احط اكله على اكله تطلع اكله تانية خالص. انا مره بجد يعني ودي حصلت، تمام، واحد بيحب ياكل الكبده، اخلص دي الاول، واحد بيحب ياكل الكبده وفي نفس الوقت بيحب ياكل الفول، فعمل كبده اسكندراني وجاب فول بجنيه فول، حط الفول على الكبده، هو اللي بياكل، انا اقدر اقول له لا ما تاكلش ده مش حلو؟ لا اصوليا بقى هو مفيش، تمام. ولكن لو واحد اخترعها وعملها اكله وطلعت حلوه وعجبت الناس ايه المانع؟ او انا هعملها اكله واكلها ليه يعني ايه المانع؟ انت تقول لي لا ليه؟ تمام. الاكل يا جماعه حد واسع، وما ينفعش اقول ده صح وده غلط في الاكل الا في حاجات اصوليه يعني اساسيات بقى. انا كنت في الشغل مره، شغال في نادي، تمام، قعدت فتره كده شغال، وفجاه ايه زهقنا بقى من الاكل كل يوم، الاكل المتكرر الاكل المتكرر، فقالوا طبعا الشيف رائد يعمل لنا اكله النهارده جديده. طيب فجاه جبت حاجه على حاجه على حاجه، جمعت خمس ست اصناف، منهم كان عيش محمص، باقي عيش محمص كان عندنا، تمام، وكان عندنا حمص شام مسلوق، وكان عندنا طحينه، وكان عندنا خس، المهم حاجه تقرب من الفتوش بس مش فتوش.
تمام ماشي. وعملت ايه؟ عملت ايه بقى؟ رحت جبت الاكلات دي كلها وبدأت ايه؟ اقلب ده واعمل ده واطبخ ده على ده، وفي الاخر قدمت لهم اكله كله كل، وكان من ضمنها كمان كان عليها حليب، لبن حليب، تمام، وحطيت البهارات بتاعتي وتمام وبقت زي الفل. جو في الاخر حطيت الاكله قدامهم، الاكله عجبتهم كله كل، وفي الاخر بيقولوا لي اسمها ايه بقى يا شيف الاكله دي؟ بس بجد عجبتني. المهم انا قاعد اضحك، انا مش عارف لها اسم، هي جت معايا اكله كده وخلاص، تمام، انا مش عارف لها اسم. وفي الاخر قلت لهم بعليصه، ومشيت لحد هذا الان بعليصه، وبالفعل كل فتره كده يطلبوني يا شيف عايزين ناكل بعليصه واعمل لنا بعليصه، تمام. فده كل الموضوع يا جماعه، الاكل كله اختراعات اهو، شايفين كده انا عملت ايه؟ طماطم كميه مناسبه برضو، مش لازم الكميه كلها اهو، تمام. فموضوع الاكل يا جماعه حد واسع، ومش عايزين نحجر واسع، عايزين كل واحد يفنن ويدينا اللي عنده، ويدينا اختراعاته، ويدينا خبرته، ويدينا كل حاجه عنده، تمام اهو كده. انا ايه دقيقه واحده وعايز فاصل، اروح كده اشوف ايه الايه، ادي الفلفل الاخضر معاك، وادي فلفل الالوان معايا، ونشوف هنحط امتى، وادي الفول. لكن كده هستنى قبل ما اطلع الفاصل احط ايه، ملح والكمون والفلفل بتاعي، وبعد كده نطلع. ماشي يا حبيبي، ادي الكمون معانا اهو، وادي الملح والفلفل، ونبقى كده جاهزين على باقي العملية. اطلع كده ماشي، احط الفلفل الاسمر تمام، وهطلع للفاصل الجميل بتاعي، تمام. اروح لفاصل وبعدين ارجع اواصل، اوعى تروح بعيد، دايما معانا كل جديد. نتعلم اكلات صحية مفيدة معاكم، خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة لمواعيد يوم معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة. ساعة شهية موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بسيطة جديدة. ساعة رجعنا بعد الفاصل نشوف إيه الجديد اللي عندنا. اللحمة المفرومة بتاع الفول ده كده جاهز على الفول والخضار، وبدل شويه عشان ايه دي اوسع شويه واكبر، تمام. نشوف حاجه بسيطه وسهله برضو، اختراع جديد كده، عجه البطاطس نشوف دنيتها ايه معانا، تمام كده. انا هعمل ايه؟ طب انت ما هرستش الفول يا شيف؟ لا انا مش عايزه مهروس. ودي طبعا يا جماعه ايه، جميل الشيف ابراهيم، اكله حرشه مش عايز حبيبي حرشه تمام اهو كده معانا، حاطين البهارات بتاعتنا والدنيا اهي، تمام. وادي الفلفل الالوان اللي هيديني المذاق الجميل اهو. طبعا الفول يا جماعه اعمله في البيت هيكون افضل واجمل ان شاء الله، تمام. طب ليه اعمله في البيت؟ اولا هيوفر معايا كتير، اجيب لي نص كيلو قبل لهم 6 7 ساعات 4 ساعات يعني وقت كافي، وبعد كده اسلقهم سلقه نظيفه وحلوه كده، هيبقى حاجه بيتي مظبوطه ومعتبره. وادي الفلفل كمان الاخضر اهو، تمام كده تمام. طبعا انا النهارده ايه، من اقول ايه، من 100 جرام تقريبا ولا 150 جرام لحمه مفرومه، شوف عملنا قد ايه، عملنا اكل يكفي تقريبا ايه 10 كده ولا 15 تمام، يكفي حوالي 10 افراد الاكل ده بتاع النهارده، بجد يعني يكفي بيت زي الفل كده، وتعدي اليوم بسلام وامان، ونعيش كده اليوم تاني، ونخترع اكلات بسيطه وسهله واقتصاديه، تمام كده.
اسيبه كده ايه دقيقتين كده على النار ماشي، واروح اقول مقادير ايه معانا، مقادير عجه البطاطس. ننزل بمقادير عجه البطاطس، وهي عباره عن ايه؟ عن اربع بيضات، وعندي ممكن كرنب احمر وممكن خس، يمشي يمشي الحال. وعندي بطاطس مسلوقه، وعندي خيار، بس الخيار مش هيدخل معاهم، هيبقى في الاخر. وعندي طبعا لا غنى في العجه، اي نوع من انواع العجه، عن البقدونس، تمام، او عجه بطاطس، تمام. وعندي معلقتين دقيق، وعندي جزر. نشوف الدنيا هتحصل فيها ايه، حاجات بسيطه وسهله كده. وطبعا البهارات بتاعتنا ملح، وعدد اربعه بيضه، بصله متوسطه الحجم، تمام، متقطعه الى كاريهات صغيره جدا اهو، تمام. وعندنا ايه تاني؟ وعندنا فلفل الوان، تمام، وعندنا خس او كرنب احمر، وعندنا ملح وفلفل وكمون ومعلقه دقيق، وممكن نحط نص معلقه بيكنج باودر، وممكن نستغنى عنها، تمام. وعندي طبعا الماده الدهنيه بتاعتي الجميله، تمام، ماشي. ادي فلفلنا الالوان اهو، تمام، ممكن اديها سنه توم، تمام. كل المقادير دي هتعمل ايه يا شيف؟ اجيب حاجه واسعه، بوله واسعه كده اهو، تمام تمام. ابدا كده اكسر البيض واحده واحده كده مع بعض اهو، كده بيضه بيضه مع بعض كده، عشان نعرف نتاكد من سلامه البيض اهو. بسيطه وسهله. طب العجه دي هتستوي ازاي يا شيف؟ هتستوي، تدخل معانا الفرن، تقعد تقريبا تلت ساعه نص ساعه حسب درجه الحراره اللي عندك، بتكون في درجه حراره متوسطه، تمام اهو. كده احنا عملنا ايه؟ ابدا كده احل البيض، ادخل البيض الصفار في البيض، تمام كده، نوسع كده عشان نشتغل اهو كده. ابدا احل البيض، دخل كله كده ببعضه اهو، ادي البصل الكميه المناسبه اللي عندي، تمام، كمية مناسبة وبسيطة يا ست الكل اهو. ايه تاني؟ سنز التوم، كل ني على البارد اهو، مفيش اهو، تمام. شوف الدنيا، وادي الخضار بتاعنا، اهم شيء في العجه يا جماعه الخضار الجميل اهو. نزود الخضار حبه بس برضو بكميه مناسبه اهو، واحنا كده مع بعض شغالين واحده واحده. بدا البيض اهو يتجانس معايا اهو. قبل بقى كده ما يتجانس، الحق ايه، احط الملح عندي والكمون والفلفل اهو اهو كده عشان يدوبوا، تمام. وادي الفلفل تمام، وادي الكمون، يبقى كده في المون معانا حلوة تمام كده. قلبنا، مهم برضو صحي اهو، تمام تمام فلفل الوان كل ده حاجة أهو. تبقى مين الخيار، وطبعا مش النار معايا، هيبقى انا عايزه في الاخر كده، تمام، دنيتي معايا. اجيب معلقة كده خلاص، نرفع ده من على النار، تمام. اجيب معلقه وانزل الدقيق معايا اهو، حوالي معلقتين دقيق اهو، لا اكتر،
طب انت شايف، انا شايف ان انت ما حطيتش طماطم يا ست الكل. الطماطم برضو اختياري، عايزه تحطي طماطم ماشي، مش عايزه تحطي طماطم برضو ماشي اهو. طب طريقه السوى هتبقى ازاي يا شيف؟ هنشوف يا ست الكل دلوقتي مع بعض اهو كده. تمام، ادي العجه معايا انا، البطاطس ومعايا الخس، ده هيفضل في الاخر معايا للتزيين، ومعايا البطاطس اهي، ده قالب صينيه جبتها حطيت فيها ماده دهنيه تمام، وحطيت فيها ورق زبده زي كاني هعمل ايه، اسبونج كيك، كاني هعمل اسبونج كيك، وحطيت ماده دهنيه وهحط ماده دهنيه تانيه تمام كده اهو كده تمام. وابدا بقى كده ايه، افرش ده كده اهو كل كده اللي عندي تمام كده، اوزعها كده تمام كده، طبعا بتبقى ايه منخفضه كده. وادي البطاطس اللي عندي كده، اوزعها على الوجه كده، بجد هتبقى بسيطه وسهله وجميله جدا وهتعجب حضراتكم. ابدا كده اضغط كده واحده واحده، اسويها كده اهو. وبرضو دي البطاطس السلقت وما شطفتهاش بميه عشان تحتفظ بالنشويات بتاعتها. هتدخل الفرن يا جماعه تقريبا نص ساعه تلت ساعه حسب النار اللي عندكم، وكده بقت جاهزه وزي الفل. نروح الى الفرن ونجهز بعد نغرف، وبعد كده نطلع لفاصل اهو. شايفين اهو، هو ده الكلام. يا رب الوقت كده يجيبنا، انا هو بظبط المعتي تمام. ودلوقتي انا هغرف الايه الفول اللي عندي، وبعد كده هطلع لفاصل تمام كده اهو ده كده. وادي الفول اهو الجميل بتاعنا باللحمه المفرومه الجميله. عايز بقى ايه اللي ياكل يقول لي ايه رايه. طبعا المشاهدين شايفين ايه المنظر، ولكن مش حاسين بالطعم اهو. شايفين كده فلفل الوان ظاهر معايا كده اهو تمام. للتزيين بقى عندنا ايه، الخس الابيض او الكرنب الاحمر اهو، حط كده كده، ده يتاكل بسرعه يا جماعه اهو، اتحط كده في اللحظات الاخيره وانا شغال تمام كده تمام كده، والدنيا حلوه معانا وزي الفل. دلوقتي هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نواصل، اوعى تروحوا بعيد، دايما معانا كل جديد. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية مطبخنا هنتعلم. ورجعنا بعد الفاصل نشوف ايه الجديد اللي عندنا. والجديد حاجة بسيطة وسهلة، سلطة خضراء معروفة ما ينفعش الأكلة دي تعدي من غيرها، اللي هي إيه؟ السلطة الخضراء البسيطة بتاعتنا. بس أنا اتعمدت إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أوريك حاجة يا ست الكل، وأنت شغالة كده بتقطعي، عندك طماطم متقطع، عندك فلفل، عندك بصل، مش لازم أقطع للسلطة حاجة مخصوص. أنا كده عملت واتعمدت إن أنا أرجع بالأطباق اللي أنا كنت شغال منها. أنا عندي البقدونس متقطع، حبة بقدونس عندي فاضي اهوت من الأكلة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها، وعندي الجزر المبشور، وعندي البصل، وده اختياري، اللي عايز يحط على السلطة بصل يحطه، ده مهم جدا وصحي جدا تمام، واللي مش عايز بياكلها من غير بصل تمام. وعندي حبة الفلفل الألوان ديت، وعندي الفلفل الألوان التاني الأصفر ده، الفلفل الأحمر والفلفل الأسمر والفلفل الأخضر، وعندي الخيار، وعندي الخس، وعندي الطماطم
تمام، حاجه بسيطه وسهله، ده اللي احنا كنا شغالين منه ما عملناش حاجه اهو، ده الباقي اللي عندي اعمل منه واستغله في حاجه مفيده وصحيه وجميله ومختصره. ادي الطماطم وادي الفلفل الالوان مع بعض كده واحده واحده، هو اللي انا اشتغلت منه هو اهو، وادي الفلفل الاحمر تمام، وادي الخس اهو تمام، وادي الخيار تمام، وادي البقدونس، كل ده كنا شغالين منه تمام. بقى خدنا مقادير، وادي الفلفل الرومي الاخضر بتاعنا الجميل، وادي الجزر كله كده. نقول الو الو. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ مين معايا؟ حضرتك استاذه رانيا. اهلا وسهلا يا استاذه رانيا. ايوه معايا سفرايز. مع حضرتك، اتفضلي استاذه رانيا. ايوه انا معاك، سامعك، اتفضلي امرينا. ازيك يا سفرايز؟ الحمد لله رب العالمين، تمام زي الفل. تنور ازيك يا سفرايز. الله يكرمك، ده الدنيا نورت. انا حضرتك من اول الحلقه وما شاء الله اللي حضرتك بتقدمه، يعني ربنا يجازيك خير. حاجات بسيطه وسهله طبعا، عجبتك عشان الميزانيه واخر الشهر صح؟ طبعا اكيد يعني. ايوه حضرتك بتعلمنا يعني نصل التوفيق، يعني احنا نستغل الحاجات البسيطه اللي عندنا ونعمل منها اكلات مفيده. يا ست الكل احنا تحت امر حضرتك، احنا جايين هنا في خدمتكم. تمام، امرت الكل. شكرا لك. امريني باي حاجه، اي طلب يا ست الكل. شكرا يا استاذه رانيا. تمام كده اهو، شايفين المنظر اللي معايا ايه؟ طب اروح اعمل ايه دلوقتي؟ اخد حبه كمون تمام؟ تمام كده، حبه كمون وملح، ولو عايز احط خل ماشي، مش عايز يبقى نكتفي بهذا. ادي الكمون وادي الملح. طبعا يا جماعه احنا بنتبل دايما السلطه، نحط التوابل بتاعتها قبل الاكل طبعا. طب انت تبلت ليه يا شيف دلوقتي يا جماعه؟ عشان انتوا عارفين ان انا بخلص الحلقه وربنا بيستر يعني ايه، والاكل ايه ما بعرفش انا اكل. تمام اهو شايفين كده اهو، انا بعمل ايه دلوقتي؟ حبه خل بقى تبقى ايه الدنيا معانا حلوه وزي الفل، او نص ليمونه تبقى برضو الدنيا معانا حلوه وزي الفل كده. طب ماشي اهو، سبت لك الطبق، اروح اجيب شويه خل وارجع اهو مع نفسك اهو. عاجبك الطبق قوي اهو، شايفين اهو دي حبة خل كده تمام، اقلب كده، دي كده جاهزة على الاكل يا باشا. ماشي يا باشا، انت تؤمر يا باشا اهو. اجيب الطبق الجميل ده، اعمل كده ايه، اجيب سكينة، حبة طماطم، اتخلص من الحتة اللي فيها الكيماويات ديت زي ما قلت كده كده كده. ده ليه؟ هنقرنش برضو قرنشه بسيطه كده عشان اوري ست الكل ان برضو وانت بتعملي اكله بسيطه ينفع ان انت تقرنشيها بسيطه اهو اهو. تمام كده تمام، واحده واحده كده مع بعض، وناخد كده واحنا شغالين، ولا اسهل من كده. طماطم وجزر، طماطم وجزر، جزر وطماطم اهو اهو. تمام كده اهو مع بعض كده واحنا شغالين اهو، واحدة واحدة. انا عايز اهو، وادي الدنيا الجميلة بتاعتنا. نغرف بقى كده بايه، معلقة جميلة كده، طبقنا الجميل احسن يا جماعة. طبق لازم نهتم بيه هو طبق السلطة على السفرة اهو، شايفين هو ده الجمال، هو ده التناسق، وهي دي ايه الايه زي ما بنقول، حط حاجة على حاجة تطلع حاجة جميلة اهو، شايفين
انا بعمل ايه؟ تمام كده، ده طبق السلطه بتاعنا النهارده الجميل اهو. تمام كده، تمام كده، روح كده جنب ايه اصحابك اهو. تمام كده، انا كده معايا بس ايه، هطلع اللي في الفرن عندي عجة البطاطس الجميلة بتاعتي، بس الوقت طبعا كده لسه ايه، عايزين شوية كده عشان احنا شطبنا. لم العدة يا عم الشيف رائد اهو، لمينا العدة ونروح نشوف عجتنا، لسه كده معاها وقت. تمام، طب ماشي، انا كده هي ايه ممكن تاخد معايا ايه وقت تاني، ولكن انا عشان وقت البرنامج هطلعها دلوقتي. هي هتعملها ايه اهو، تمام شايفين يمشي الحال، هي بالظبط كانت هتاخد ايه. تمام تمام اه، انا كده بس ايه نحاول نشوف الدنيا فيها ايه. تمام، هي كده مظبوطه، بس هي عايزه وقت تاني اهي كده. وهبدا بقى ايه، الخص ده هيتحط على الوجه كده اهو، وهتتقلب، ده بينزل بيبقى تحت، ده أرضية ليها. تمام، والخ كذلك أهو، تمام كده أهو، هيبقى أرضية ليها. ممكن كرنب أحمر، ممكن خس، بس ممكن جزر، وهتبقى معاه الدنيا حلوة وزي الفل. وكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الجميلة النهاردة اللي كان فيها ايه؟ كان فيها اكلات بسيطة وسهلة عشان احنا في اخر الشهر والميزانية مش مظبوطة. عرفوا ماكس النهاردة فول بالحمص، وعملنا فول باللحمة المفرومة، وعملنا السلطة الخضراء بتاعتنا الجميلة، وعملنا عجة البطاطس الجميلة. ودلوقتي بنقول الى اللقاء في حلقات متجددة يوميا على قناة الصحة والجمال، وانتظرونا يوميا قبل هذا الموعد بساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهر مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم، نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم. وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية.